ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد، وان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هتكون عن البط اللي قدام حضراتكم ده. هنعرف ازاي ان احنا بنقدر نربي البط في الصيف، لان طبعا تربيه الصيف بتختلف عن تربيه الشتاء، لان في الصيف الطيور بتحتاج لنظام تربيه معين علشان اللهم صل على النبي يبان عليها الاكل، لان طبعا بسبب ارتفاع درجه الحراره الطيور ما بيبانش عليها الاكل. فهنعرف النهارده مع بعض ان شاء الله ازاي نقدر نربي الطيور بشكل صحيح في فصل الصيف او في الحر عموما، وهنتكلم في كل حاجه النهارده. بس يلا بقى كده، يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايز لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده، عشان الناس اللي بتنسى تحط اللايك فحطوا لايك، مش هتخسروا اي حاجه، بالعكس هترفعوا لي الفيديو. ولو كنت لسه بتشوفوا لاول مره اعملوا لي اشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا نكمل مع بعض الفيديو للاخر. البط اللي قدام حضراتكم ده طبعا اللي كان طالع معايا في الفأس، حاليا هما 8 بطات وانا كان طالع لي 15 بطه. بعت 7 و 8 سبتهم لنفسي. انا كنت بصراحة عايز ابيع العشرة على بعضهم اللي هم العشرة السود، بس اللي كان طالب 7، فقلت مش مهم، اديت له 7 وسبت لنفسي دول 8 بطاطا. هم النهاردة عندهم 10 ايام ان شاء الله حجمهم زي الفل، بدأ يبان عليهم الكبر اهوت. انا نقلتهم في البوكسة دي، هي البوكسة كبيرة مش صغيرة على فكرة، عشان اللي ياخد باله منها هيشوفها صغيرة لكن هي كبيرة تمام. وطبعا بتتنضف يوميا، انا نقلهم هنا من امبارح. طب ليه نقلتهم؟ بصراحة علشان الصندوق اللي كانوا متربيين فيه مع الفراخ، بصراحة حسيت ان الفراخ بتموت بسبب البط، معرفش ليه، فنقلتهم بقى في المكان ده وخلاص، قلت هما ونصيبهم. بس طبعا عشان احنا في الحر عادي، ان بدل ما وصل عمر العشر ايام او سبعه معايا عموما، عادي ان انا احطهم من غير لمبة. طب بنتعامل بقى مع البط ازاي في الحر ده او في الصيف دوت؟ ده طبعا علف اهو، تركيز 23% بروتين، بيفضلوا مستمرين عليه لحد ما يكملوا ال 25 يوم تمام. والميه اهيت، احط بس اي طبق واسع شويه تحت الميه علشان ما يبوظوش المكان، لان اللي رقت تحتهم هنا البطه البني اللي هي تبقى جدتهم، يعني دولت احفادها كده تمام. طيب بنتعامل ازاي بقى؟ انا بفضل احط لهم الاكل تمام. احنا دلوقتي بالظبط الساعه 10:30 الصبح، طبعا الاكل قدامهم من الساعه 8. اول ما تبدا بقى موجه الحر اللي بتبقى بعد فتره الظهر ديت، بقوم شايل الاكل من قدامهم، لان البط مش هيبقى محتاج في الفتره ديت غير الميه. فطبعا علشان لا يبلوا الاكل ولا يعملوا عليه حمام مثلا، الاكل هيبقى محطوط زي قلته بصراحه، يعني مش هيستهلكوا الاكل اصلا تمام، هيبقى كل استهلاكهم للمية وبس. علشان كده بقوم شايل الاكل من قدامهم، اذ ربما عشان ما يتبلش او كده ويحصل فيه بكتيريا او يحصل تسمم او الكلام ده كله. فطبعا بقوم رايح شايل لهم الاكل خالص. لحد امتى؟ لحد الساعة 5 المغرب. كل ده بحط لهم مية. اول حاجة البط هيجوع معايا، تاني حاجة هيبقى عنده اقبال شديد جدا على الاكل، تالت حاجة هياكل والاكل يبان عليه، لان احنا طبعا في الصيف الطيور ما بتشيلش وزن في الصيف، بس لو عملته الطريقة ديت الطير هيشيل معاك وزن، يعني ما تقلقوش من الحتة دي. الحمد لله عند الطيور صيف وشتاء اوزان زي الفل، صيف وشتاء برضو في الرقد عندي الحمد لله الحمد لله زي الفل. يعني دول كانوا طالعين اليومين الحر اللي كانوا من 10 ايام كده ان شاء الله طلعهم. كنت برش على البيض ميه، كنت بهتم بالبيض، كنت بقوم البطه تستحمى من على البيض، بباشر الحاجه بتاعتي اللي هي الرقده. طبعا ده البط اهو، الخليط مسكوفي هيبقى لونه بني تمام. طبعا البط ده يا جماعه الناس بتتعامل معاه لانه بط تركي وبيتباع بمبالغ حلوه بصراحه، يعني ما شاء الله في النصب حاجه زي الفل، لكن هو زيه زي البط البلدي عادي او البط الخليط عادي. ميزة بس هي اللون، زي مثلا عندنا الرومي، يعني الرومي بتاعي، عندكم الرومي البلدي والبرونزي والتايجر والامريكي والتركي. طبعا كل ما اللون بيختلف، كل ما اللون بيبقى افتح، كل ما السعر بيعلى تمام. فبرضو الناس بتتعامل مع البط بالطريقة دي،
هتقولي طب ما في بط ابيض، اقول لكم البط الابيض زيه زي البط الاسود، بس الناس بتحتاج الحاجه اللي لونها بيشد، تمام؟ زي مثلا البط البني اللي قدامكم ده، ده بط بني اهو. طب البط ده ما بيكبر بيكون لونه بني زي ده بالظبط، معرفش باينه معاكم ولا لا. اهي ديت الأمية الكبيرة اللي عيالها طلعوا دول، تمام؟ يعني سبحان الله عيالها هي ما طلعش فيهم ولا واحدة بن، لكن لما عيالها بقى حصل بينهم إنتاج طلعوا لي البني اللي قدامكم ده، ف العرق نفسه بيفضل مستمر معايا، تمام؟ فطبعا زي ما قلت لكم اختلاف اللون بيختلف في السعر. يعني انا اقول مثلا انا كنت ببيع جوز عندي عمر يوم ب 35 جنيه، تمام؟ البط البني ممكن عمر يوم يبقى ب 40 جنيه. يعني طبعا في ناس بتطلب مبالغ اكبر، بس انا بقول لكم الاسعار ده اللي انا بتعامل بيه بيني وبين ربنا عموما، تمام؟ لان برضو انا عارف ان البط ده زيه زي بقية البط التاني عادي، تمام؟ مفيش بينهم اي اختلاف خالص، الا هو اختلاف اللون بس، لكن الاوزان هي هي، الرقد هو هو، الحجم وكل حاجة، وانتاج البيض هو هو برضو، تمام؟ فما فيش بينهم اي اختلاف بصراحة. طبعا المية اهي، طبعا المية لازم ابردها لهم، بحط لهم بغير لهم المية باستمرار، ما بسيبهاش تخلص، بغيرها لهم باستمرار، ودايما المية بتاعتهم بتبقى ساقعة عشان اقدر احافظ عليهم. طبعا احنا دلوقتي انا شايل اللمبة، ما عندهمش لمبة ولا اي حاجة، لان طبعا اول حاجه المكان واسع، يعني وشه سلك، التهويه فيه حلوه جدا، والاضاءه كمان حلوه. تاني حاجه البط خلاص وصل معايا للمرحله اللي ما يتخافش عليه، تمام؟ طب انتوا خايفين ليه؟ طب ابعدوا بقى كده عن السلك، ابعدوا، اتعامل مع اغبياء، هما خايفين من صوتي على فكره. طبعا بشيل لمبة على عمر ال10 ايام، طبعا احنا في الصيف، لكن في الشتاء بنشيلها على عمر ال20 يوم، عن 25 يوم، في الحدود دي، لان طبعا بيبقوا محتاجين للتدفئة اوي في الشتاء. لكن في الصيف البط ما بيحتاجش للدفى الا هم اول 3 ايام، علشان بيكون لسه طالع من البيضة وكده، ولازم نوفر له درجة حرارة كويسة عشان يقدر ان هو يعيش، تمام؟ حتى اول 24 ساعة انا ما بحطش للبط اكل اول ما بيطلع من البيضة، لانه بيكون لسه بيتغذى، بيقعد 24 ساعة كاملين يتغذى على الصفار اللي بيكون جايبهم من البيضة. علشان كده تحسهم أول ما بيطلع من البيضة وتسيبوه مثلا يوم ولا حاجة، بتلاقوا إن الحمام بتاعه عبارة عن لونه أخضر، تمام؟ فعادي بنسيبه 24 ساعة كاملين، بس طبعا بنحط له محلول معالجة الجفاف، تمام؟ ومش حابب بصراحة إن أنا أطول عليكم الفيديو أكتر من كده، بس ياريت الفيديو ده يكون عجبكم. ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واللي حابب يسأل عن أي حاجة سيبها لي تحت في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد على خير.